وصل فخامة يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إلى البلاد اليوم في زيارة دولة تستغرق عدة أيام وتبدأ مراسمها غدا الأحد. وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبو ظبي سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. وكانت طائرة حربية إماراتية قد رافقت الطائرة التي تقل الرئيس الكوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات تحية وترحيبا بضيف البلاد.